صباح للغاليين. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بخير والف خير ان شاء الله يا رحمن يا رحيم. اولا غادي نبدا الفيديو ديالي بواحد الاستسماح اللي كون انا داك اللايف صار اللي فات كان فيه الصوت ديالي جد مرتفع. انا اعتذر ثم اعتذر ثم اعتذر لان كان تما البوق، لان باش نديرو ديك التواصل ان كونتاكت بيني وبين الاخت ديالي اللي في اسبانيا باش يكون باش ندخل حتى انا معاهم في اللايف، كان من الضروره غادي يكون الصوت ديالي هكاك عالي. نتمنوا ان هذا المشكل ما يكونش في اللايف المقبل ان شاء الله في السبت المقبل، وما تنساوش اجيو حضروا معنا الله يجازيكم بخير. اذا الحبيبات ديالي، اليوم جبت لكم واحد ثلاثه ديال الوصفات غادي تكون جد هائله لطيله الاسبوع ديال العمل. دابا غادي نبداو الخدمه، غادي يبدا الجد والكفاح والمثابره والصبر. طبيعه الحال كلشي كيفوت مع الصبر، وما كيكونش عندي الوقت للحبايب ديالي، ما كيكونش عندي نهائيا الوقت. كنضرب واحد الساعه الي وساعه روتور باش كنوصل للعمل ديالي، يعني عندي ساعتين ديال السوكان كنجي تري فاتيكي، يعني الا لقيت شي حاجه ناكلها ناكلها، الا ما لقيتش كنمشي ناكل من الزنقه. دونك انا بما انني دخلت في هذا الدايت ما خصنيش ناكل في الزنقه، وخصني نوجد الاكل ديالي في المنزل ويكون صحي ويكون كيتوني. اذا اليوم عندي ثلاثه ديال الوصفات الحبيبات ديالي، غادي نمتعكم اليوم ان شاء الله يعجبوكم الوصفات ديالي. واللي بغات تدخل في تحدي معايا تدخل. اول حاجه خصك ديريها الاخت ديالي، خصك تشري ميزان، لان الميزان هو اللي كيفراني. الفوت لقاي راسك طلعتي كتفريني. كتستوبي كتقولي او انا فين غدا، واش انا ما غنقص ولا ما غنزيد. دونك كتراجعي داك البلانينغ ديالك ديال لا نوتريسيون، كتحاولي ما امكن تاخدي لي زاليمون اللي ما فيهمش الكالوري بزاف وما فيهمش السكر، وبالتالي غادي واخا تاكليهم ما غاديش ياثروا عليك، وغادي تستمري في الريجيم ديالك، وغادي تكوني متفوقه في الريجيم ديالك. الاخوات ديالي اليوم بلا ما نطير عليكم الكلام، عندي ثلاثه ديال الوصفات، كل وحده عندي كفته، عندي دجاج، وعندي سمك. اذا ثلاثه ديال الوجبات مختلفين وكل وحده غنيه بالفوائد وبالفيتامينات وبكل شيء. كنخلط معهم دائما شويه الخضر باش نكسي داك البروتينات. اذا ها انتما معايا في الوصفه الاولى. اذا الوصفه ديالنا الاولى هي الكفته مع الرجله. الرجله واحد النوع من الورقيات بحال الشكل ديال لي زيبينا، ولكن هي عندها الاوراق ديالها مبسطين ورقوقين وكتكون رطبه. ما عرفش الاسم ديالها باللغه العربيه، ولكن حنايا المغربيه في المغرب كنقولوا لها الرجله. اذا اليوم غادي ندير الكفته بالرجله. لشنو كنحتاج المقادير ديالها؟ كنحتاج شويه ديال الزبده، ودائما البنات انا كنستعمل الزيت زيت العود او زيت الزيتون. وكنحتاج ربعه ديال الكفته او اكثر، عندي هنا يمكن 300 غرام ديال الكفته، وعندي شويه ديال الرجله، عيني ميزاني، عندي الثوم، عندي قزبر ومعدنوس، وعندي بصله مشلضه، عندي شويه ديال لاصوص طوماط، توابل، عندي الملح، وعندي الكمون، شويه كنجبير، شويه الشاونيه، وشويه ديال الابزار، عندي الزبده، وعندي الفرماج، وعندي البيض، وعندي القشده الطريه. اذا يلاه معايا حبيباتي. اول حاجه غادي نديروها هي اننا غادي نشحروا البصله ديالنا. ندير شويه ديال الزيت البلديه. دائما الاخوات انا كندير الزيت البلديه والزبده البلديه، ضروريين ضروريين في الاكل. ما كنديرش الزيت الطويله لان ممنوعه من حكايتو. اذا خصني ندير الزبده. راكو عارفين بان الاكل ديالي هو كيتوني، كيعتمد اكثر 75% من الدهنيات. ما تبقاوش تستغربوا حيت تشوفوني كندير بزاف الدهنيات. اللي ما كيعرفش على الكيتوني يمكن يدخل في جوجل او لا في اليوتيوب، راه كاين مجموعه الاطباء والاخوات اللي شرحوا مزيان الكيتو شنو هو. حتى انا منهم استفدت ومنهم تعلمت. الانسان ما خصوش يبخل على الاخر شنو عنده شنو ولا ياش وصل. انا الاخوات زعما الصراحه نقول لكم انا جد سعيده بهذا الريجيم هذا، لان كنفقد الكيلوات وانا كناكل. اذا دابا الان انا في الصيام المتقطع الاخوات كناكل وجبه وحده صافي، لا اقل ولا اكثر، حتى الخمسة عاد كناكل. يعني الخمسة عاد كنقطع الصيام ديالي، كناكل حتى كنشبع، كناكل الوجبة ديالي كاملة، الخضر، البروتينات، الدهنيات،
ولا رشقت لي، وكنشرب طيله اليوم كنشرب الماء وكنشرب السوائل الكافي، كنشرب اتاي مسوس، يعني ما كندخلش على راسي بهاد المسائل، فهمتوا؟ كل مره كنشرب قهوه حيت كنوض الصباح. البنات اللي بغيت نشرح لكم طريقتي، كنوض في الصباح كندير كاس ديال القهوه وكندير معاها زيت الكوك. انا قلت لكم زيت الكوك راه درتها في المشتريات ديالي، من الضروريات تكون عندكم في المنزل، من الضروريات الصحيه بزاف وغنيه بالفيتامينات. ما يخفاش عليكم الكوك شحال غني، بلا ما نقولها لكم البنات. اذا غنشحر البصله ورجع معكم باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف. الطبق الثاني صدر الدجاج بلي شامبينيون والكرات والثوم والقزبر والقشطة الطرية والفخوماج. اذا انتم معايا، اول حاجه غادي نشحروا الكرات او البويرو، ماشي الكرات، بويرو يمكن هو الكرات يمكن لا ما عرفتش، كان الكرات ياك يمكن. المهم غادي نبداو البويرو هو الاول، والثوم ضروري لان الدجاج كيعجبو الثوم، بلا الثوم ما كيجيش بنين. خصو الثوم. بعد الاخوات غادي نديرو واحد الطريقه اللي كنحل بها الدجاج، لان انا غادي نعمر صدر الدجاج، فهمتوا؟ غادي نعمرو. بغيت نوريكم كي كنديرلو باش كنعمرو الاخوات. اذا اول حاجه كناخذ هكا وكنبدا نحلو بحال اللي كندير فيه فوق جيب، كنحلو مزيان. خصني شي موس يكون ماضي. دابا تاني عاود لا ميمشوز حتى هو، غادي نحلو في الوسط. اذا حليتو حتى هو
وصافي يلا نطيبوا الحشوه باش غادي نحشيو صدور الدجاج. الزبده ضروري في الاكل، الاكل الكيتوني كيعتمد بزاف على الزبده، الدهون يعني الدهون سيكونوا شي بزاف مهم، حيت غطيبي الدجاج بهكا ولا ديري له قش دلا داعي ديري له يعني تزيدي شي حاجه ديال الاخوات. انا كندير صحبه هذا الاكل كندير سلطه، دائما كندير السلطه سواء الفلفل والمطيشه والبصله والمعدنوس، سلطه فلفل مشوي مع الطماطم مع المعدنوس البقدونس. البقدونس يا غزالات كيجي غزال، كتجي شلاضه زوينه. اولا كندير الدنجال مشوي في الفران شرا هكا دوائر، اولا القرع اولا اللوبيا الخضراء مسلوقه ومشرمله، حتى هي كتصاحب هذه الاطباق اللي كندير اليوم. بالنسبه للدجاج غادي غير نديروه شويه وغادي نحطوه يتحمر في الفران. غادي ندير له غادي نديرو له غادي نحتاجو للدجاج غنحتاجو له هادو لانه باش غادي نشدوه هاد نتاع الخشب. كي غنزيد هنا غادي ندير الكرات، هادو ضرورية مع الدجاج كتجي رائعة البنات. أنا كندير منها واحد جوج معالق، الكبار ماشي الكرات الكبار، غادي نزيدو معاه يلا من بعد نوريكم. من بعد ما رميت الشامبينيون غادي ندير شوية الملحة، درت شويه ديال الابزار سكينجبير وغادي نديرو الخرقوم. الدجاج هاد التوابل الدجاج كيجيو مع الدجاج. اذا غادي انا ضربت تحرق مزيان هذا الشامبينيون، غادي نحاول نديرو هنا غادي نجيب هاد صدور الدجاج غادي نتكهم مزيان. اذا هنا غادي نحط الزبده باش غادي نحمر فيها شويه الدجاج. هنا ندير شويه لاصوص، ندير الزبده هنايا غادي تذوب. اذا هنا غادي نعمر الدجاج ديالي بلي شامبينيون،
لي شاطلي غنديرو على برا. غادي نحاول نشد باحكام كاين اخوات هكذا باش يتبتوا ليا وصافي. المول فاش غادي ندير اللي غيدخل لي ندهنو شويه بالزبده، هو فاش غادي ندير الدجاج ديالي. دابا غادي ندير الدجاج ديالي شويه، انا غادي غير يتحمر، غادي نعمر الصدر الثاني لي شاطلي غنديرو مع صوص بيشاميل اللي غنديرو برا، كيجي زوين البنات. شامبينيون صحيين بزاف، عندهم فوائد زوينه بزاف، ما فيهمش الكرب يعني الكرب بزاف. اذا غادي نشدو عاوتاني حتى هذا، غادي غير تشحر شويه وصافي، وغادي نحيدو حيت غادي يطيب في الفران غير باش ما طيح، تبقى ثابته هذيك ديك الحشوه تبقى ثابته تبقى ثابته لنا تما. غادي نديرو هكا وهكا الزبده، غادي نزيد له القشده صافي. وهذه اللي دايره حتى هي هاد الشامبينيون باش غادي نزيد له القشده. إذن هذا نهاية عملي منو، غادي نزيد شويه ديال الكبار على برا كيعطي البنة ديالو، حيت غادي نزيد له القشدة نطيب فيها. والان الوجبه الثالثه اللي هي ديال السمك، نحتاجو فيها قطع سمك، فلافل احمر واصفر وقزبر معدنوس وبصله وطماطم وتوم صافي. هذا ما كان، يلا زيدوا معايا نبداو في الطبخ ديالنا. هذا الشيء البنات غادي يدوز لي اسبوع كامل، يعني ماشي يوم او يومين، 8 ايام باش نبقى نطيب.
حيت ما عنديش الوقت. اذا غنديروا اول شيء البنات هي البصله ديالنا تشحر. اول شيء تشحرنا البصله، نشحروا البصله ديالنا مزيان. مع الثوم حتى هو وقليل من الملح. بدي صف زيت الزيتون يلا نشحرها وانتم معايا. كاين دابا رميت الفلافل، الفلفل الحار والفلفل الاحمر والحلو والاصفر، ودرت له قزبور ومعدنوس، ودابا وطب مزيان مع ديك البصيله تاع السلو. دابا غندير لهم شويه ديال التوابل اللي هو الملحه وشويه ديال الابزار صافي البنات، وشويه ديال الكمون. هادشي اللي غندير لها في التوابل لهاد الشرميله. هادي غتكون البنات في لاباز. اذا هانتوما معايا، اذا غنخشي نخويوها هنايا في لان غندخلها للفران. هنا غادي ندير شويه ديال الزيت البلديه، وغادي ندير السمك ديالي بحال اللي غادي يتقلى. ما فيه والو ملحه لا توابل لا والو. اذا غندير له شويه ديال الابزار، وغادي ندير له الكمون، حيت عاد غادي يطيب مع ديك التوابل. اذا غادي نقلبو جوج المرات وغادي وانا معاكم. يلا اذا كيف قلبتو الاخوات، غادي نزيد له لاصوص ديال دو بواسون. غادي نزيد له هاد لاصوص دو بواسون، نزيد له هادي وغادي ندير شويه هنايا. فوالا غادي نقلبو باش يتشرب شويه ديك لاصوص دو بواسون. غندير له شويه ديال القزيبيره، غادي نقلبو تقريبا باش تطلع فيه ديك القزبور. دابا غادي ندير لي باستون ديالي هنا، وهاد لاصوص طوماط غنديرها هنا. باش تشرب هاديك لاخر غادي نزيدها هاد القزبور. غادي نزيد لها شويه ديال الثوم البنات بودره. هاو شويه ديال الزعتر. اللي غادي نديرو الصوص البنات اللي غادي تصاحب هذا السمك في الفرن. اذا الان غادي نزيد فيها شويه ديال الزعتر، غادي نخويه على هذا السمك. صافي الاخوات هكا السمك ديالنا
واجده دي غير تحمر شويه، ديرلو شويه ديال غير شويه ديال الفرماج وصافي. البلا ديالنا هو تسالى، غادي ندخلو الى الفرن. اوكي هانتوما من بعد نقدم لكم ثلاثه الاطباق كاملين. يلا حبيباتي، وها هما الاطباق ديالنا واجدين الحبايب ديالي. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. الطبق ديالنا ديال الدجاج المعمر بالشامبينيون وهذا والبصل، الكرات ماشي البصل، البويرو كنتلف مع الكرات والبويرو، مع البويرو والشامبينيون. طبق ديال السمك ديالنا بالفلافل، وطبق ديال الكفته بالرجله والبشاميل، وهذا وهادو لي سلطات لي والخضر لي اللي كنرافق هاد الاطباق. عندي هنا اللوبيا خضراء مشرمله مشوحه في الثومه والمعدنوس والقزبر والمعدنوس والابزار والكمون والملح، هادشي اللي فيها، والحامض. وهادي سلطه الفلافل، الفلفل المشوي والبصل والطماطم والمعدنوس، فلفل وطماطم وبصل ومعدنوس. وهنا البنات كنوجد لصالات ديالي خص خيار وكروم اخضر وكروم احمر، كندير لهم الكاغيط البنات، كنشفهم بالماء وندير لهم الكاغيط ونحط عليهم الكاغيط ونديرهم في اناء من الزجاج وكنغلقوها البنات وصافي. وعندي هنايا لصالات اللي كناخذ، حيت انا خصني ضروري ناخذ لصالات، عندي هنا نوعين من الصلاد، هاد الصلاد خص العريض والخص فريزي بحال هكا صافي. هنا الاخوات حتى هو كذلك مثال، عنده البابي من هذا والبابي من الفوق، لان ضروري خصو باش كيسحب ديك الرطوبه اللي كدير هاد البروده، وما كيبقاش يخسر لكم، كياخذ مده معكم سيمانه تقريبا، ولكن انا هذا راه ما غاديش يكمل لي سيمانه حيت انا كناكل خص بزاف صلاد. وهادو هما الاطباق نتاع اليوم، ولا هنا نقول لكم مع السلامة. بالمناسبة اتفقت انا والاخت ديالي باش نبقاو نديرو هكا كيف كيف صافي، ولكن انا مرة ما غاديش نقدر ندير بزاف ديال لي بلا، غادي نبقى نختصر على بلا واحد وصافي او اثنين مع الصلاة ديالو. يلا حبيباتي مع السلامة.